توقعات برج الحمل لعام 2023. عام رح يكون من أفضل الأعوام عندك. عام فيه كتير من الحظ، الأخبار الإيجابية، البدايات الجديدة على الصعيد المهني وعلى الصعيد العاطفي. ممكن كتير يكون عند الحمل فرص ارتباط المشتري برجك حتى 16 مايو. فرص مهمة لتغير بحياتك، لتعمل كل شيء فيه حظ. زحل بالدلو رح يضل حتى 7 مارس. بنبهك يمكن بأول شهرين وخاصة العشرية الثالثة من خسارة صديق غالي عليك. الوضع العاطفي عندك خلال عام 2023 عم بيكون كتير منيح، عندك بدايات عاطفية، عندك فرص ارتباط، عندك رجعة لأشخاص من الماضي بين شهر يونيو وشهر يوليو وشهر أغسطس. الوضع المالي عم يكون كمان جيد خاصة بنص الثاني من السنة، من شهر مايو بعد عندك فرص مالية، عندك ثروات ممكن تحصل عليها، رح تشتري كتير ممتلكات خلال هاي السنة، رح يكون وضعك المالي والاقتصادي كتير منيح. من الأعوام يلي فيها تغييرات مصيرية بحياتك، عم تاخد قرار مهم ببداية العام، عم يكون في عندك قصص يمكن بتخص السفر بداية عامك. صعيد العاطفة بعام 2023 عام عم يكون منيح لحتى تنهي بعض العلاقات المتعبة عندك، لتبلش بعلاقات جديدة، لحتى يكون في عندك حسم بأمور علاقة مزعجة، أو يمكن في عندك مشاكل مع الشريك، ممكن تنتهي هاي العلاقة بين الشهر الرابع والشهر الخامس، ليكون في عندك بداية ارتباط جديد أو علاقة حب جديدة. شهر مايو لأنه رح يفتح أبواب الحظ عندك، ورح يكون في عندك كتير قصص منيحة على صعيد العلاقات والوضع الاجتماعي. فترة الزهرة يلي عم تكون بالأسد بين شهر يونيو وشهر أغسطس، هاي الفترة انتبه منها من بعض الأمور العائلية أو من تغييرات يمكن تكون بالمكان، أو يمكن قصص تخص العائلة أو المقربين منك، فحاول تهدي وتنتبه بمشاكلك مع الأهل، لأنه في شيء حلو رح يكون لقدام ورح تتغير الأمور بعدها، ورح يكون في عندك انفراجات بالنص الثاني من عام 2023. المريخ عم يكون برج الجوزاء حتى 25 مارس، هاي الفترة انتبه فيها لوضعك المالي. من بداية العام إلى 25 مارس في عندك شوية تقلبات مالية ونفقات زايدة، أو يمكن قصص عم تصرف عليها مال وما عم تكون كتير منيحة لإلك. عام العلاقات الاجتماعية من أفضل الأعوام لتكون فيها مع ناس، ليكون في عندك مناسبات حلوة، عم تحضر مناسبات أفراح، قصص اجتماعية، عم تزيد من شعبيتك. أول 4 أشهر من العام كتير منيحة، فيها أخبار حلوة، فيها أمنيات ممكن تحقق عندك، فمشان هيك حاول تفكر كيف تطلب مساعدة أشخاص حولك، كيف تسافر، كيف تنجح. عام بدايته كتير منيحة، عم يكون فيها تغييرات إيجابية على صعيد وضعك المهني، على صعيد فرص الارتباط الكتير حلوة عم تكون ببداية هذا العام. أما بالنسبة للوضع العاطفي عندك بعام 2023 عم يكون كتير منيح بأول 4 شهور من العام لفرص ارتباط، وكمان عم يكون في عندك صداقة عم تتحول لحب. فالأمور العاطفية بداية العام جيدة جدا، فيها كتير علاقات وكتير ناس عم تبدي إعجابها فيك، بالإضافة إنه بيكمل معك بآخر العام بعلاقات لكن بتكون بالسر أكتر، يعني حاول تخبي علاقاتك عن الناس إذا بدك إياها تستمر بالنص الثاني من عام 2023. وضعك المالي جيد وعم تلاقي أشخاص تساعدك بداية العام، في عندك موارد مالية جيدة بأول شهرين، كمان في عندك قصص عم تدعمك على صعيد وضعك المالي وخاصة بشهر يونيو وشهر يوليو. أما دراسياً فأنت من الأشخاص اللي لازم تشتغل على حالك أكثر على وضع الدراسة، في عندك حظ لكن ما عم يكون كتير عالي، مشان هيك استغل وضعك الدراسي وإن شاء الله هيك موفق يا رب.